السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. اليوم شوفوا بوركينا فاسو، باسكو هما يخدموا، هما ما يديرلكش مندي كابيتان، مندي نتايا تشوفوا كابيتان في ليكيب ناسيونال، فهموني انا ما نفهمش، فهمني انت ولا الجماعه تفهمني. اتجاه مندي ما عندوش بلاصتو في فريق الوطن، كيف يكون كابيتان؟ سين الدنيا راهي تمشي بالمقلوب يا رضوان. ماندي يا خوتي من بين احسن المدافعين في لا ليغا، من بين احسن المدافعين في اوروبا، قال لك ما نشوفوهش كابيتان، وقال لك ماندي ما عندوش بلاصه، ماندي ما عندوش بلاصه في ليكيب ناسيونال، ما كانش ما عندوش بلاصه. قالوا بوركينا فاسو مع خطره ما ديرش واحد كيما ماندي كابيتان، على ذيك نجحت بوركينا فاسو. ماندي يتمناوه الافارقه، يتمناوه يكون في المنتخب نتاعهم، تجي تقول لي انت ما عندوش بلاصه في ليكيب ناسيونال؟ يا دنيا، ما عندوش ماندي بلاصه في ليكيب ناسيونال، وما عنده ماندي، ما تشوفوش كابيتان ماندي كابيتان في بيتيس. هذا يا جاتهم عادي، يعني الاسبانيين غالطين ما يفهموش بالو. انتوما يا اسبانيين يا مسؤولين بيتيس يا مدرب بيتيس، راك ما تفهمش البالو، وانتوما ما تفهموش البالو. اللي يفهم البالو عندنا احنا الاسطوره اللي خيط البالو، هذاك هو اللي يفهم، هذاك هو الوحيد اللي يفهم البالو. ماندي من بين احسن المدافعين في اوروبا، من بين احسن المدافعين في اسبانيا، ماندي ده اعلى علامه ضد نادي ريال، ضد نادي اتلتيكو مدريد في البطوله، وماندي كان الظل نتاع اللاعب غريزمان، بشهادة غريزمان اللي قال لهم ما لقيتش روحي، ما جبتهاش من عندي. ماندي في مقابلة الكاس ضد فالنسيا اللي انتهت تعادل هدفين لهدفين، ماندي ده ثاني أحسن علامة في المقابلة وأحسن علامة في النادي نتاعو. ماندي بالتشكيلة المثالية لكأس ملك إسبانيا كوبا دي ري، ماندي حسب موقع سكورد، هو سكورد ماندي في التشكيلة المثالية، ولا التشكيلة المثالية اللي دارتها هو سكورد، من بين اللاعبين كاين بنزيما وكاين بعض اللاعبين اللي شاف في كأس الملك إسبانيا، ماندي في التشكيلة المثالية. مدافع كيما هذا اللي يتألق في النادي تاعو، اللي خيطوا البالو قالوا لنا يا ولدي هذا اللاعب ما عندوش بلاصة في ليكيب ناسيونال، وقالوا كاينين لاعبين في البطولة المحلية الكرتونية أحسن من ماندي، وكان وكي كانت خابزة لهم وكي كانت صالحة لهم قبل ما يجي بالماضي، كانوا مدايرين لا ليست وحدهم. هذا ما نقبلوش، ماندي مش جوار، ماندي مش جزائري، محرز كيف كيف، سليماني كيف كيف، بن طالب مش جوار مش جزائري، طيدار مش جوار ومش جزائري، كانوا مدايرين لا ليست اللي يحبوها، اللي يحبوها هما، وكانت مشيت لهم الامور. كان عندهم اونترينار اللي تخرج زميلهم اللي في البلاطوات وصاحبهم اللي في البلاطوهات، كان معاهم في الطرح وكانوا ياخذوا له القائمه وهو يطبقها. الان الامور تغيرت، ماندي لعمة لعمة اللي ما يشوفش يعود يشوف، لعمة يقول هذا نخيره بلا ما نشوف، لعمة يخير ماندي، لعمة يخير ماندي. جيتو ما تقولوا لنا ماندي مش جوار، رغم انه هذا تصريح قديم، بصح هما قالوها حتى اليوم، اليوم اليوم لليوم، وهما ضد هذا اللاعب وضد مجيئه للمنتخب الوطني وضد الكوادر اللي يعودوا يضحكوا عليهم كي بوحنيكا كي بن شيخ، يعودوا يضحكوا عليه. قالوا ما كانش كادر، ما كانش كادر اللي تقولوا لهم كوادر، ما كانش كادر في ليكيب، لا لا كاين كادر في ليكيب. ماندي قطعه اساسيه في بيتيس، كيف ما يكونش قطعه اساسيه في المنتخب الوطني؟ ماندي طاهرت بلا ما نقص من قيمه بالعمري، ماندي طاهرت قطعه اساسيه، طاهرت جاتو إصابة بالغة، ماندي قطعة أساسية. العيوب الناس ما تشوفش العيوب إلا من جهة ماندي، بعض الناس، الناس اللي تفهم بالون تعرف تقيم. مدافع نادي ران رامي بن سبعيني، احنا ماناش ضد رامي بن سبعيني وماناش ضد اللاعب المحلي، بصح الأخطاء اللي ارتكبها رامي بن سبعيني العديد من المرات، ولا واحد تجرأ من البلاطوهات المدفوعة الثمن
تكلم على اخطاء رامي بن سبعيني، بصح يتكلموا على من؟ على ماندي، خطره ماندي ما كانش اللي دافع عليه. هذه الحقيقه، ماندي ما عندوش اللي دافع عليه، بصح بن سبعيني كاين اللي دافع عليه، وبالمقابل كاين اللي دافع عليه. اذن اخطاء اللي دارها بن سبعيني عديد المرات ولا واحد تكلم. اذن اخطاء ما يتحملهاش ماندي، يتحملها من معه، باش نكونوا صراحة. من بعد الأخطاء اللي صارت دائما الموس يتمسح في ماندي، ماندي ضعيف، ماندي موش مدافع، ماندي ماندي ماندي، بصح ما تكلموش على ربن سبعيني العديد من الأخطاء. أنا نقول بالمختصر المفيد باش الناس تفهم، ماندي أعطيه مدافع قوي يعطيك مردود جيد. علاش نجح في بيتيس؟ عنده بارترا، عنده مدافعين كبار، عنده رودريغاز ولا وش اسمه، عنده المغربي هذاك فضال، زهير فضال، عنده المدافعين مستوى مقبول، وعنده منظومة متكاملة، فريق متكامل. المنتخب الوطني عرف العديد من الهزات، تغيير مدربين، هجوم على اللاعبين المغتربين، تدخل في الأمور أسرار المنتخب وأعطائها لمحللي البلاطوات، الدخلاء أصبحت عندهم كلمة داخل المنتخب الوطني، خاصة بعد مجيء زتشي ومن معه، عادوا هما الكلمة العليا لهم هما. إذا المنتخب الوطني دخل في دوامة، الآن بدأت الأمور ترجع يعني لنصابها بعد مجيء بالماضي. إذا بعد مجيء بالماضي لازم توظيف ماندي في المكان اللي يلعب فيه في بيتيس. إلا بغيت يعطيك ماندي مردود، حطه في البوست اللي يلعب فيه في بيتيس، هذه أول حاجة. ثاني حاجة تجيب له مدافع من مستوى ماندي أو لا أقل حتى بقليل من مستوى ماندي، يعني مدافع مقبول. بن سبعيني ما يليقش مدافع كمدافع محوري ولا كستوبر ولا كليبيرو. بن سبعيني المكان ولا كالاكس، بن سبعيني مكان تاعو اريير غوش، ظاهر ايسر كغلام ولا فارس. لما تحط بن سبعيني في الجهه اليسرى حط طاهرت اذا رجع للمستوى تاعو، ولا حط مدافع قوي مع ماندي وابدا حارب ماندي. هذاك الوقت كي تتكلموا وتنتقدوا ماندي من حقكم. احنا قلنا ونعاودوا، ماندي ضحيه جنسيه تاعو. ماندي لو كان مدافع مصري كل يوم يديروا اخبار عليه في القنوات الجزائريه، ما نحكيش على المصريين، المصريين هم احرار، كل واحد يدافع على بلاده. بصح هنايا لو كان هذا ماندي لاعب فرنسي ولا لاعب مصري، كل يوم ماندي يتالق، ماندي يتالق، ماندي تبحث عنه الريال، ماندي البارسا، ماندي. بصح كي عاد جزائري مغترب لاعب سيء، عدنا منه في البطولة الكرتونية، عدنا شافاي، عدنا عبد اللاوي، عدنا شافاي، عدنا تاع بارادو، عدنا لي خير من ماندي، ما عدنا من ديرو بماندي. ماندي ضحية جنسية نتاعو. إذا يلي تخيطوا في البالو ويلي تكرهوا ليزيميغري ولي هذه باينة البي ناسيونو، ماندي من أحسن المدافعين في لا ليغا، ماندي من أحسن المدافعين في إسبانيا، ماندي من أحسن المدافعين في أوروبا، ماندي من أحسن المدافعين في أوروبا. قال له ما تشوفوش ماندي كابيتان في الكيب ناسيونال، قال لك ما نشوفوش ماندي تيتيلير في الكيب ناسيونال، ما عندوش بلاصة. وعدنا نسمعه، قال لك ماندي ما عندوش بلاصة في الكيب ناسيونال. إبا ماندي اللي ما عندوش بلاصة يعرفوه الإسبانيين، بصح اللي خيط البالو بيسمعوش به الاسبانيين وما يعرفوش. انت شاركت في الكاتروفاندو، رحت في المنتخب الوطني تاع خيخون مدينه اسبانيه، روح قول لهم الاسطوره يقولك ما نعرفوش، بصح تقول لهم عيسى ماندي يقولك وي نعرفوه، عيسى ماندي لاعب بيتيس، مدافع بيتيس، من احسن المدافعين في لا ليغا، يعرفوه الاسبانيين ماندي، بصح اللي خيط البالو ما يعرفوش. انت على يا اخي خيخون مدينه اسبانيه، ورحت لعبت على ليكيب ناسيونال في اسبانيا رغم انك ما لعبت ولا دقيقه، بصح ما يعرفكش، ما
ما يعرفوكش الاسبانيين ما يعرفوكش. واحد ما سابع بيك بصح ماندي عنده اسم وعنده وزن ثقيل في المنادي نتاعو. ماندي ركيزة بيتيس، ماندي ركيزة بيتيس، ماندي المدرب نتاعو ما يحبش يلعب مقابلة بدون ماندي. هذا عطاك من الاخر لونترينار نتاع بيتيس ما لازم ماندي يلعب الا الضروره القصوى اصابه ولا عقوبه، قال عنده فيرتيسمون ولا اللي بليسور اللي تخليه ماندي ما يحضرش مع بيتيس. ماندي دائما اساسي، ماندي قطعه اساسيه. لو يواصل بهذه الطريقه هذه ماندي وهذا الاداء الانديه الاوروبيه تتهافت عليه، الانديه الاوروبيه تتهافت عليه. ونزيد لك معلومه باش ما ننساهاش قبل ما ننسى، قبل ما نكمل موضوع ماندي، ماندي من بين احسن المدافعين الافارقه في اوروبا، ماندي من بين احسن لاعب مدافع افريقي وعربي في البطوله الاسبانيه وفي اوروبا. زيد لك من بيتي شعر، ماندي ثالث احسن ممرر في لا ليغا، ماندي من بين سادس احسن مدافع ولا خامس احسن مدافع في الدوري الاسباني. انا تبان لي يكفي، انا تبان لي هنا يكفي. اذا يا لي خيط البالو، ماندي تيتيلار في ليكيب نتاعو وان شاء الله يرجع تيتيلار وهو الكابيتان نتاع ليكيب ناسيونال. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.